في 6 و9 أغسطس من عام 45 في نهاية الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية ألقت القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكي. في هذا التوقيت هذه القنبلة دمرت كل شيء أتت عليه، لم يسلم منها أي شيء، البشر، الحجر والشجر طبعا، وكل اللي موجود في هذه المدينة شاهد على ما حدث في هذا التوقيت. في مزاد علني اتعمل لبيع ساعة كلاسيكية، هذه الساعة تم انتشالها بين أنقاض هيروشيما بعد تفجير القنبلة الذرية. طبعا اكتشفها عامل من عمال الإنقاذ. هذه الساعة عقربها وقفت لحظة التفجير على الساعة 8:15 الصبح، ودي كانت وقت إلقاء القنبلة الذرية. هذه اللحظة الزمنية اللي اتغير فيها التاريخ إلى الأبد. دلوقتي هنتعرف مع حضراتكم على قصة الساعة دي في هذا التقرير. القنبلة النووية اللي سقطت على مدينة هيروشيما في اليابان يوم 6 أغسطس عام 1945 قنبلة دمرت كل شيء، ما سابتش حاجة على الأرض غير وأخفت معالمها ونسفت كل أشكال الحياة. لكن الغريب إنه في الوقت اللي سقطت القنبلة النووية على المدينة كان في حاجة واحدة بس هي اللي خرجت آمنة وسليمة وما حصل لهاش أي حاجة، هي ساعة كلاسيكية تم العثور عليها بعد انتهاء مأساة نتائج الدمار اللي خلفتها القنبلة على المدينة اليابانية. الساعة دي أصبحت مشهورة جداً، وبسبب شهرتها اتباعت في مزاد علني ب$31,000، والميزة فيها إن عقاربها وقفت لحظة تفجير القنبلة الذرية على المدينة اليابانية الساعة 8:15 الصبح خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وده اللي أكدته دار المزادات اللي تولت عملية البيع. كمان المدير التنفيذي لدار المزادات قال عندنا أمل في إن القطعة دي تتعرض في متحف، لأنها رمز مؤثر مش مقتصر بس على ذكريات هذه الحرب، لكنها جاية بتأكد على قدرات التدمير العميقة اللي لازم البشرية تسعى لتجنبها، خصوصاً إن ساعة اليد دي بتمثل اللحظة الزمنية اللي اتغير فيها التاريخ للأبد.